ورجعنا لكم مشاهدينا في آخر فقرة من فقرات سيدتي، واللي حتكون عن فن. خلوها مفاجأة. يعني، بس خلينا نتكلم عن الأفلام المصرية وخصوصا الكوميدية والشخصيات الكوميدية المحبوبة لدينا. مين أنتم؟ مين تحبوا من الشخصيات؟ أنا كل مصر أحبها، مصر أم الدنيا طبعاً. كلها مصر أحبها. أم الكوميديا يعني طبعا، مصر أم الكوميديا أي شيء كوميدي لازم مصر يعني يكون. صح، خفة الدم والناس اللذيذين والتعامل الحلو جميلة. وفي أفلام كذا كبرنا معاهم يعني، فيها ما زالت يعني في عقلنا وفي بالنا إنه لما نشوفها لازم نجلس نتفرج عليها. عندك الزعيم عادل إمام، عندك سعيد صالح الله يرحمه، يونس شلبي. صح طبعا، هذول اللي شوي كبار. عندك طبعا محمد هنيدي. محمد هنيدي طبعا شخصيات اللمبي، محمد سعد. محمد سعد طيب، فعندك يعني شخصيات محمد هنيدي طبعا من الشخصيات اللذيذه الجميله. ولاحظت لو يعني لو تتذكروا ترى بدايه الطفره حقت الافلام الكوميديه في الفتره اللي فاتت ترى بداها محمد هنيدي فعليا. محمد هنيدي صح، بالفيلم بافلام معينه هو محمد هنيدي هو اللي بدا جيل الشباب الكوميدي اللي دمهم خفيف. كان صغير كده ويرقص ويجري على المسرح يعني كان رائع يعني. الى الان محمد هو حجمه صغير ودمه خفيف ولذيذ ما شاء الله يعني، ما يكبر يعني. يا بنات لا تجيبوا الموضوع هذا لانه من جد هو يتضايق منه، فحاولوا ان انتم ما تقولوا انه هو لذيذ. هو لا انه صغير الثاني ايوه صغير هو لانه عارفين ليه هو عمره دياب الحين تو يقول لك احنا ما زلنا شباب. هو ما شاء الله، لا هو فعليا فعليا ما شاء الله يعني محمد هنيدي من من يعني واحد من الفنانين اللي ما بيبان عليه ما شاء الله ما شاء الله بالصلاة على النبي الله أكبر لا كبر لا بيبان عليه كبر، وبرضه أكتف حتى في أفلامه إلى الآن يعني يعني ما شاء الله دائما بيضحك ودمه خفيف الضحك الناس صح. فهذا الضحك يطيل العمر يعني. من جد. انتوا ايش الافلام المفضله لكم لمحمد هنيدي؟ كل عندك همام في امستردام طبعا، متميز يعني كل فيلم نطلع كده بشخصيه جديده مختلفه. انا احب الاغاني يعني. اكثر كمان في افلام يعني. الاغاني ماسكه معانا من حبيب يعني بابا للحين كل الناس من حبيب بابا هذه ايوه انا اقولها من حبيب بابا صدق. شوكولاته شوكولاته بنتي عاد لازم شوكولاته هذه مره لذيذه. ما يطلع اماراتي تعبان يتكلم خليجي روعة يعني صراحة. سلسلة أفلام محمد هنيدي دائما فيها إبداع وبيورينا موهبات. برضو على فكرة محمد هنيدي في عنده حاجة حلوة في أفلامه إنه أي أحد يقدر يدخل أفلام وما فيها عبارات أو إيحاءات مثلا ما تنفع للأطفال، مناسبة للعائلة. ففعلا يعني مثلا لما تكوني تدخلي فيلم لمحمد هنيدي تضمن إنك أنت لو دخلتي مع أولادك في أي فئة عمرية ما راح تكوني متضايقة أو مثلا قلقانة إنه مثلا ممكن يسمعوا كلمة مو كويسة أو إيحاء مو كويس. هذه كمان حاجة يشكر عليها محمد هنيدي من جد يعني، هذا هو اللي خاطب العائلة كلها من جد. هذا على الصعيد العائلي كمان غزل، ولكن أنتوا لو تنتبهوا أغلب أفلام محمد هنيدي في رسالة موجهة تتكلم عن العروبة في كل أفلامه. يعني مثلا الفيلم هذا حق اللي فيه مين حبيب بابا كمان في رسالة موجهة إنه إحنا مثلا كلنا أخوان أغلب وصاحب صاحبه في رسالة موجهة ما شاء الله يعني كل افلامه فيها رسائل دائما موجهة. فيها رسائل يعني حتى صحيح. فيلم قديم له كمان اللي هو همام في علي رايح جاي، همام في امستردام، فول الصين العظيم، فول الصين العظيم نفس الشيء يعني. يختار اسماء اصلا غريبه، الاسم لحاله يضحك. تميز يعني. تميز يعني في افلام هنيدي تميز خفه روحه كذا ولذيذ. ويعني يا خالتي برضه من الافلام المميزه اللي كان شايفها حاجه اللي على ظهره. ايوه لما سوى دور الست يعني انه وست يعني انه الست الخليجيه تعبانه انه هذا يعني عنده ايش كمان وش اجرام وش اجرام يا الله هذا من جد كمان ابداع دمه عسل عسل في هذا الموفي يعني ما شاء الله هنيدي يعني سوى جميع الشخصيات. ايش باقي ما سوى؟ حتى البحار سوى انه هو بحار امير البحار بالضبط يعني بعدين يغني ويرقص ويتحرك واكتف وما عنده طيب. اي شيء فتحسين انه حرك طيب. بعدين روحه خفيفه اصلا باي نيتشر طبعا يعني. انا اتذكر كان في لي لقطه في فيلم فول الصين العظيم كان مره خايف انه هو يطير من الانفجار اللي صار في السياره. أيوه. كان خايف مع لي كان مره خايف انه هو يطير فخلاص بكره قاعد يقول لهم انه خلاص بكره خلوها بكره انه خلاص يلا هنبدا لا خلوها بكره خلوها بكره وفجاه فجروا وهو طار. ففعلا الصرخه طلعت يعني واقعيه ومن قلب ايوه وصوروها كويس ان هم لحقوا على اللقطه وسجلوها كان ما شاء الله. طيب خلينا نطلع نشوف التقرير عن فيلم من افلام محمد هنيدي وراجعين. تمام. عن الشراب من فوق ما شيء ومن تحت ما شيء.
19 عام مرت على تقديم الفنان محمد الهنيدي لفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، واللي شارك في بطولته منى زكي وغادة عادل وأحمد السقا، وحقق نجاح جماهيري كبير وقت عرضه. كلم يا دحش، كلم يا بقرة. خلاص انت بتكلم نفسك؟ لا لا انا تلاقيني مركز. احنا انكتب علينا؟ عبلة احنا انكتب علينا. كتب علينا ايه يا خلف؟ مش عرفني. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ كتب علينا حاجات كتير قوي. احنا كتب علينا حاجات كتير قوي. وايه؟ امسك ايدها ياض. اي ايدي ايدي يا خلف، انت اتجننت. انا اسف، معلش معلش. كتب علينا حاجات كتير قوي. ايوه قول لي حاجه من اللي ربنا كتبها علينا، حاجه قولها. تكون مصايرنا واحده. عبلة احنا كتب علينا ان سجايرنا تبقى واحده. يعني تديني سجارة اديك سجارة، او اللي عليك بالولاعة تطفيها تقولي هف هف. انا ما قلتش سجاير. بص يا ياض، ما ينفعش. سيبك من الكلام ده يا خلف، خش على القصيدة الشعر يا خلف. قصيدة شعرية كتبها خلف الدهشوري. خلف تلخص حياته. عرفت وفاق، حبيت وفاق، وفاق وفاق. إلا أن الجمهور ما زال يطالب بجزء ثاني من الفيلم الكوميدي. وسألت أحد متابعين الفنان محمد هنيدي على تويتر، عايز كم ريتويت وتعمل صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني؟ ورد عليها برقم 100,000، ليتفاجأ بتجاوز هذا الرقم، وهو اللي حط الفنان محمد هنيدي في ورطة أمام جمهوره، وحاول يتهرب من الموضوع، ولكن الجمهور هو من سيفرض كلمته في النهاية. شكراً عفاف. طبعاً هذا من كان فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الأول، اللي هو من 19 سنة. تخيل الحين إنه يبدأ يفكر إنه يسوي شيء جديد. كبيرنا يا جدعان. إيش تذكرين من الفيلم؟ كل حاجة. أنا شفت غادة عادل، قلت هذه غادة عادل ولا مو غادة؟ ما عرفتها. منى زكي كيف كانت؟ شيز ذا سيم. أنا أحس جميلة. أنا ترى مهتمين. غادة عبد الرازق ترى ما شاء الله بالصلاة على النبي عندها بيبي. غادة عادل ابنها في الجامعة. عندها خمسة ما شاء الله. ما شاء الله يعني أكبر عيالها في الجامعة. أديك سجارة، تديني سجارة. بس هذيك الأيام كانوا الجروب كله حقون الجامعة الأمريكية هم الآن من أشهر الممثلين، أحمد السقا، غادة عادل، منى زكي في مصر يعني. صح. فاللي خلى يمكن اللي طرح اللي خلانا نطرح الموضوع هذا هو لما واحدة تحدت إنه هنيدي قالت له إنه تبغى كم ريتويت عشان تسوي الجامعة الأمريكية، صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني، قام قال لها 100,000. هو كده ترى بيقول بس كده، يعني 100,000 ترى ما هي عدد. صدقيني انا متاكده ان هو بس رمى الرقم كده يعني، عرفتي؟ لانه عارف اكيد ان الجمهور يعني اكبر. كنت حاسبه كثير انه جابوا 100,000 وعدوا يعني، فالناس قالوا له انه خلاص لازم الان توفي بوعدك انه لازم تسوي جزء اثنين. وبالفعل صرح محمد هنيدي قال انه هيسوي الجزء الثاني، شغالين الان انهم بيفكروا يسووا، او مو بيفكروا انهم حيسووا الجزء الثاني. توقعون حيكون نفس الكرو اللي اشتغل؟ يعني يا ريت يعني اتمنى انه يكونوا نفس الجروب، احمد السقا، منى زكي، حتكون لذيذ. غادة عادل ممكن بس يصيروا عاد يعني مثلا ليهم مناصب في الجامعه الامريكيه. يعني اتوقع اذا رجعوا طلبه ثاني مصيبه. وهو ده انه كيف حيسووه صعيدي في الجامعه الامريكيه بعد 20 سنه؟ ممكن يسموه صعيدي اتخرج من الجامعه. لا يرجعوه دكتور في الجامعه، او دكتور بحضر الدكتوراه. شايفكم احنا نساله هو شخصيا يعني يجي وقت ونساله هو شخصيا. اكيد حنساله، بس قبلها انتم اي فيلم تحسون انه لازم يرجع مره ثانيه؟ ومثلا صار الجزء الاول من سنوات ونبغى جزء ثاني. من جد سوي له ترند اليوم، ريتويت سعيده في الجامعه الامريكيه من الافلام يعني، هذا واحد من الافلام اللي متميزه بكل فريق العمل فيها، وهو نفسه هنيدي يعني بالشخصيه اللي طلع فيه انه الطالب المستجد، الطالب اللي جاي من الصعيد ويدخل وزي كذا، واللبس الغريب وكذا. السياره كيف دفع السياره؟ ابوه ما يبغى ابوه يا حبيبي. بس انه لو سووه على مقاييس اليوم مع التكنولوجيا والاشياء المختلفه الان، المواقع التواصل الاجتماعي، اكيد حيضيفوا اشياء طبعا جمهور اليوم غير يعني. ايش كان اسمه غزل؟ خلف الدهشوري. خلف الدهشوري. خلف. وجوا اهله والقبيله وكلهم حضروا حفله التخرج. والبدله الصفراء لا يمكن انساها. البنطلون الاصفر هذا عدسي، ما هو اصفر نهائيا، لان اللون مو اصفر.
لا هو أبدع صراحة، كان الفيلم رائع، كان رائع واستمتعنا جدا جدا يعني في هذه الفقرة. يلا نضيف للترند بعد 100,000 حنوصل 200,000. الفيلم محمد هنيدي الصعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني، ومن جد يعني نتمنى احنا كلنا ننتظره زي ما احنا متخيلين، واكيد حيكون محمد هنيدي وفريق العمل اكيد حيبدع يعني كالعادة. احنا ما طبعا احنا ما نتمنى له كل توفيق والله يوفقه ان شاء الله. وعموما زميلاتي وسيداتي وآنساتي وسادتي بكرة نفس الموعد، باي باي، انتظرونا.